ايه؟ كنت فاكر يعني ان انا هنكسر مثلا، ولا حياتي هتقف من بعدك، ولا هتعب، ولا هنهار؟ لا يا حبيبي، لا انت ولا امك اللي انت فرحان بيها ولا عيلتك كلها تقدروا تعملوا معايا اي حاجه. نسيت اقول لك على حاجه يا هشام، ابني هرجعه دلوقتي، بكره، بعد 100 سنه هرجعه، وهاخد حقي منك ومن امك وعيلتك كلها. خليك فاكر كده كويس. هشام، ليلي فوق تقدر تطلع لها؟ ما تخافيش علي، هي عارفه هي بتعمل ايه كويس قوي زي الكلام. وانا ما قلتلكيش، مش عرفت كل حاجه. عرفت ايه؟ اقول لك يا ستي، عرفت ان بابا سجن كرم عشان خاطرك، وعرفت ان انت اللي قتلت جوزك واخو جوزك في السجن، وعرفت كمان ان سرق الجواب اللي في الاعتراف عشان خاطر ينقذك. صح؟ انا مش عارفه انت بتقول ايه، انت اكيد مجنون. انا عاقل قوي، وعارف انا بقول ايه كويس قوي. بكره هبارك لك ان شاء الله على الصباحيه، بس مش هنا. تخشيبه. ده مش وقار. مبروك أحسن، الله يبارك فيك. عمر، بكلمك يا ابني ما تردش. لو هتقول انك مش جاي فرح ده مش وقار. يا محسن، انت بتقول ايه؟ دي الأستاذة شويكار، أنا ما ينفعش أبداً أرفض دعوتها. لا طبعاً، أنا موجود، أنا في الفيلا دلوقتي. يلا داخل لكم حالاً. يلا، باي باي. ليه تعملي كده؟ ليه تهربي مني؟ فاكرة مش عارف اجيبك؟ ده انا بحبك. هشام، هشام، هشام.